سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. جيتكم اليوم بان نوفل فيديو اللي فيها حنبارطاجي معاكم ان غوسيت تاع ان بواسون، ان شاء الله تعجبكم. الوغ اللي مازال مشتركتش في القناه واش راكي تسناي؟ اشتركي في القناه، كليكي على لا كلوش باش يوصلك كامل جديد. واللي مشتركه في القناه نقول لك مرحبا بك مره واحده اخرى، وهيا نبدا وصفه اليوم. اليوم يا البنات راح نحضر معاكم هاد البواسون اللي نحتاجو فيه نكتارين. كنت غسلتو قبل، بيان سور ماشي قطعتو، غسلتو قبل ابخي قطعتو ودرتو هكا بالعقل في الخلاط الكهربائي. ومن بعد زدت فرغت عليه نص لتر تاع الماء بارد وشعلت عليه هكا باش يولي لي ان جو. فوالا هاديك الريزولتا اللي حصلت عليها. من بعد عندنا هنايا دو بوا تاع ياغورت ناتور، فرغتهم وزدت تاني باكي تاع فلون اروم كراميل. هاوليك الفلون اروم كراميل، درت باكي كامل. وهنا راح ندير لاكخام شونتيي، ندير 5 مغارف كبار تاع لاكخام شونتيي. بون انا كنت درت 3 كيما شفتوني هنا في لا فيديو، درت غير 3 مغارف كبار. من بعد شفتها مخصوصه حبست وعاود زدت لها زوج مغارف، داكور؟ سي بوسا قلت لكم 5 مغارف وانتم شفتوني حطيت غير 3. وعاود شعلت عليها هكا، من بعد فرغتو في الكؤوس. شوفوا كيفاش جات تقيل. من بعد ما عمرت كامل لي فيغ ديالي، من بعد ما عمرت كامل الكيسان ديالي، رايحه نحطهم في الكونجيلاتور بوندون 2 ساعة، نخليهم في الكونجيلاتور زوج ساعات باش نجبدهم وندير لهم لو ديكور من بعد. وهنا بعد ما فاتوا ساعتين راني عاود رجعت لكم باش نديروا ديكور تاع التحليه ديالنا. انا حندير ديكور ديالي بلاك هام شونتيي، حلقوا ما كالعاده، خليكم معايا تشوفوا طريقه تزيين. اخاطر من داك التلف اللي كنكون اكسبليكي لكم، مي على بالي بلي تفهموني ورايحين تفهموني، على خليكم معايا تشوفوا طريقه التزيين. بعد ما ديكوريتها راح نعاود نرجعها للكونجيلاتور مرة أخرى، نخليوها على الأقل ساعتين واحد أخرين، أو حتى الوقت اللي نكونو حتى الوقت اللي تكوني حتقدميها فيه. وهذا هو الشكل النهائي لوصفة اليوم، نتمنى أنها تعجبكم، جربوها إن شاء الله ما تندموش عليها. مبقى لي نقول لكم غير تهلاو في رواحكم، يعني تخي بيانتو دون زين نوفال فيديو إن شاء الله. باي باي. وهذا هو الشكل النهائي لوصفة اليوم.